تنفر على طول الكرة، تنقل اللي النقلات متبادلة، الكرة خطيرة، أوه جول لنادي أم صلال عن طريق اللاعب صبري اللموشي. اللموشي ما كنا نتكلم عنه وكنا يعني نعتب عليه بأن ظهوره ما هو موجود، الآن يأتي صبري اللموشي ويرد بهدف التعادل لنادي أم صلال. محاولة لحظة من البداية أو هو نقلها بشكل جميل، لحظة التوقيت أولا أنه يأخذ قرار يدخل منطقة الجزاء، هو ده اللي كان بينقص صبري اللموشي خاصة مع مصلال، كانش بيدخل منطقة الجزاء أبدا، سواء الماتش اللي فات امام الغرافه او النهارده، لما خد قرار يدخل منطقه الجزاء في توقيت مناسب اتعمل له باص عظيم جدا من يزيد قيس، الحقيقه اتعمل له بشكل مثالي، احساسه بالمكان وخبرته الكبيره بيسجل هدف جميل.